هذا ظاهر في التصاميم ديالي، لانه كنخدم بحب، كندير هاد الخدمه ديالي بعشق، يعني كنحب خدمتي صراحه بزاف. يعني حتى ملي كنبغي نعطي شي تصميم كنعطيه يعني بواحد الحب، يعني كنحس براسي انني المهنه ما عمرني خدمت في شي بلاصه شي حاجه من غير يعني بهاد الحب اكثر من المهنه ديالي اللي ولات خاصه، يعني تقريبا دابا مده ديال 5 سنوات. صراحة بزاف الا جينا نهضروا من نهار يعني بديت في المغرب، ما قبل المغرب كنت خدامه في برا الخليج العربي، فمغرب لقيت بزاف ديال العقبات بزاف، يعني الا جينا نهضروا عليهم ما كاينلاش. فكنقول الحمد لله كاين انتقادات عادي البناءه، وكاين انتقادات اللي كتكون شويه وقحه، وكاين اللي كيهاجمك، كاين اللي كيضرك، كاين اللي بزاف، فما غاديش نقدر نعدهم لك كاملين، ولي غنقول الله يهدي ما خلق. كيف ما كتشوفي انا كنحاول ما امكن نخرج على المألوف، يعني حتى التصاميم ديالي لا شفتيها غتبان لك اول مره، ماشي منقوله ولا زعما حطيت شي تصميم اللي انا حاطاه من شي حد، لا، ولكن كندير شي حاجه اللي جديده في المغرب، كنحاول ما امكن نخرج شي حاجه اللي ما كايناش في التصاميم. ماشي كنقولوا كل شيء، كاين اللي كتلقايها ولكن يقدروا يكون لي كولور متميزه فيهم، انا يقدر يكون مثلا شي قصه ما كايناش، يعني على حسب، فانا كنحاول نخرج على المألوف. الصراحة واخا العقبات اللي كندوز منها، ولكن الحمد لله التجربة اللي دزت منها خلتني نوصل للنجاح اللي وصل ليه دابا هو الصبر. وبالعكس كل ما كتكون الحاجة خايبة كيكونوا حاجات زوينة بزاف وحاجة خايبة، فالحمد لله أنا فرحانة بالخدمة ديالي. نقول لك بعض المرات انا في التصميم نقدر نكون غاده في الطنوبيله، ياك نقدر نشوف شي حاجه، مثلا نقدر نشوف شي وحده مثلا لابسه مثلا رومي، صافي ديك الساعه كيجيني يعني شي تصميم في راسي، ماشي كنقل من هذيك يعني رومي كنقول لك، اولا مثلا كنهضر مثلا ملي كنت في الخليج كنشوف شي تصميم، اولا كنشوف صوره، هذيك الصوره مثلا كنشوفها مثلا عصريه ديال شي بلاد، انا صافي كناخذ عليها الالهام ديالي، كنولي ديك الساعه كناخذ شي توب اللي قريب ليها وكنزيد من راسي، فما ماشي عندي طقوس معين، فقدر في اي لحظه كنكتب في التليفون، عندي واحد الجروب دايره مع راسي كندير واحد الجروب مع في الارقام ديالي، وكنبقى نكتب شنو هذا، والله العظيم الا كتصدق ليا الحمد لله. بعد مرات كنكون جالسه حتى كيجيني شي تصميم في راسي، كنكون كنخمم شي حاجه اللي غنخدمها في اي بلاصه جالسه، ماشي طقوس معينه ولا شي حاجه، لا، يعني هذا الشيء كيكون بوحدو هكا كيجي، يعني ما كتعرفيش كيفاش، الله اعلم، لانه سبحان الله هذا الشيء في الدم، يعني مني كنت صغيره ماشي حتى دابا، يعني من انا صغيره كنقدر حوايجي كنعاود نخيطهم، حوايجي كنعاود نجددهم، فهذا الشيء يمكن وراثي ما نعرف. انا اللي بغيت نقول هو اي وحده اي سيده بغات تخيط، ماشي تبقى تخيط غير هذاك الشيء لي كولور اللي كتاخذ، خاصها تبدل. لبستي هذه المره الاسود، المره الجايه لبسي الغوز، المره الاخرى لبسي الفيغ، راه كاينين شي ناس كيقول لي لا هذا اللون ما يجيش معايا، كنقول لها لا غتقيسيها، وداك اللون عمرها لبساته، ملي كتلبسها كتقول لي غيرت رايي جاني زوين، يعني بقاو دوك الافكار ديال لا ما كيجينيش هذا، لا قيسي وشوفي لا كولور وحاولي ما كنت بدلي في ليكولوغ، لبسي كل شيء، انا مع انني نلبس اي لون، ماشي اي لون، هذا اللون خايب وهذا اللون زوين، لا كاع اللون زوين، راح ربي ملي خالق هذه الالوان، بالعكس خاصك تخرجي وتلبسي شي حاجه اللي واخا انك ما تقوليش انا غليظه، حيت كاين اللي كتقول لك انا وزني لا يساعد، لا بالعكس الوزن ما عندوش، ماشي ضروري لا نواغ غادي يجيك،
لا فانا كنحاول ما امكنش حمرة كنقول حتى في لي لايف ديالي كنقول لهم حاولوا ما امكن في الاختيار ديالكم ما تبقاوش تختاروا نفس الشيء باش تباني انك راه غيرتي. الا بقيتي تختاري نفس الشيء كيبقى انك ما كتبقاش واحد ما كتبقاش ديك الاناقه كتبقى صافي راه كتلبس نفس الشيء. اما الا كانت كتبدل بالعكس كتبان بان انيقه وكتعرف تختار الملابس ديالها وهذا الشيء اللي انا حتى انا كنلبس هكا فهذا الشيء كنحاول كنشجعكم كاملين. كان يمكن لاني كنحاول ندير جديد ديما فانا ما كنجلسش من الخياطه نهائيا يعني الحمد لله. واخا كنعيا 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 بزاف ولكن كنحاول ما امكن ما نجلسش كنقول لا ما غاديش نجلس حيت خاصني ندير الجديد للكليانات ديالي خاصني ندير الجديد حتى لراسي حيت انا هادشي كنحس براسي بانني انا خدامه وكنحس بواحد الحاجه درتها. فكل ما نجح ليا موديل كل ما انا كنحس بواحد الاحساس زوين يعني كنفرح كنفرح انه هذا الموديل نجح ليا ماشي حيت بعته ولا حيت غنبيعو لا لا غير حيت هذه الحاجه قبلوا عليها كنحس بالمهارات ديالي يعني هذا الشيء كيزيد يحفزني انني نعطي ونزيد يعني هذا يمكن هذا الشيء اللي كيخليني نختلف على بزاف ديال هذا ويمكن لانه كنخرج على المعتاد اللي كيف ما كنقول ديما. عصرنا دابا ولا كلشي بالتسويق الالكتروني يعني كلشي ولا خدام باغ انترنت فيسبوك انستغرام يوتيوب تيك توك يعني هادو بزاف تويتر اللي سياسي كيبقى فهادو هما اللي بزاف سناب شات فهادو هما اللي كنخدموا بهم بزاف وكلشي خدام بهم. فهذا عصر الالكتروني يعني ما كاينش العصر الحداثه اللي ولا كلشي خدام باغ انترنيت ما يمكنش لك تبقى خدامه غير في يعني في محلك فقط هي راه غتخدمي في محل ماشي ما غتخدميش ولكن كتبقى واحد الحاجه ولفناها اننا خاصنا نحطوا حتى الناس اللي بعادين علينا باش نوصلوا لهم الموديل ديالنا. انا ما كنقولش المشاريع اللي كنفكر فيهم. اول حاجه الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا وبكتمان يعني فإلا كنت كنخطط وقلت ما كتصدقش لي الحاجه فما بقيتش كنقول ماشي حيت انا راه بصح اي حديث واي اي ايه في القران راه ما تقالت الا صح. فالمشاريع ديالي كاينه شحال من حاجه ولكن ما غاديش نقدر نعلن عليهم دابا نهائيا غتبقى مفاجات. الحمد لله هذا حلم كيتحقق يعني انا من انا صغيره كنت كنقول ماما انا غنولي مشهوره كنت كنقول ماما غنولي حله محلات في العالم كله حق الله العظيم يعني بزاف الحمد لله بزاف ديال الاحلام ديالي تحققت. واخا ملي كتحقق هذيك الاحلام كتاخذ لك بزاف ديال الحوايج تاخذ لك صحتك يعني ها هي كتحقي ولكن راه كتاخذ لك صحتك تاخذ لك اعز الناس يعني واخا كتفرحي بالحلم ولكن ما كتكملش حتى حاجه ما كامله يعني انا فرحانه وعجبني الحال انه انا كنوصل شويه ما وصلتش داكشي اللي باغا 100% ولكن بديت في البدايه ديال الاحلام ديالي غتبدا تتحقق ولكن نفس الوقت كاين الحزن بزاف الحمد لله.